لانی تندرستی و کارتی تندرستی وکو هیچ کارتی چی دیگه نیا پیوستی با پیوندی و تنسیقی زور زور پتو هیا و هیچ سنور اگنیا لب سبارت با تندرستی مروف و تندرستی لعراق دا زور کاری هاو باش مانه هیا کاری پیکو کار کردن مانه هیا ولا رابردوش دا پیوندی من لکابنین و حکومت ایران کسان یکی گوه لبرنامه کانی پتو کردنی ام پیوندی لگل بغداد و بطایبتیش لگل وزارت تنسی عراق فیدرال سندین زار سردان ما کرد و براتشان سندین زار سردانی کرد ولی کم ویزگه دا دوی پیش وازی کردنی سردانی چند نخوشخانه چی لشاری اولی رو چند بشک کرد نخوشخانه من دالان نخوشخانه اولی ری فیرکاری ششنی گرچیلا تاقیگی تندوستی گشتی سنتری گاما نایف و هر وان نخوشخانه نه نکلی بو شیر پنزر ولا روزانی دهاتوش به یعنی ان شاء الله سردانی چند نخوشخانه چ دیکل شهر سلیمانی دکا و بجداری کدنوی مراسم چی دیکا دکین بو کدنوی برهمینانی نا و خو بو بشی مغزی و او شلمانیانی که بکار دید لنخوشخانه کن جزء مهم من هذه زياره هو لمناقشه الواقع الصحي الاهتمامات المشتركه المشاكل المشتركه التطلعات المستقبليه وماذا نفعل للمستقبل بمواجهة الأزمات الصحية وكمثل على هذه الأزمات الصحية هو الإصابات في الحصبة التي الحمد لله بدأت تقل في البلد لكنه انتشرت في البلد في الآونة الأخيرة. ناقشنا كثير من الأمور تتعلق بالأجهزة الطبية بالمستلزمات بالأدوية بالمشاكل الصحية، زرنا المستشفيات طلعنا على الواقع الصحي، استمعنا مباشرة من العاملين في المستشفيات سواء كانوا صيادلة أو ممرضين أو أطباء إلى المشاكل الصحية اللي موجودة. أيضا طلعنا على واقع الأرقام بالتعاون مع الأخوة سواء كان في دار صحة أربيل وفي وزارة الصحة، وشهدت هذه الأرقام تطورات خلال عام 2023. ارتفعت نسبة تجهيز الأدوية إلى أقليم كردستان إلى 185 مليار دينار عراقي، بالعام اللي قبله كانت 120 تقريبا مليار دينار. هذا دلالة على التعاون الواضح بين وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة الإقليم. احنا ماضين ان شاء الله بالعمل فريق واحد، الهدف الأساسي هو تقديم الرعاية الصحية إلى المواطن العراقي في أي منطقة من مناطق بلدنا العزيز.